البروفيسور محمد أحسين ومازالين كتستمعوا البرنامج شادة الأسرة على شادة FM. مجديد مرحبا بك. الله يبارك فيك. لاباس عليك. الله يحفظك مجديد. إذا خدينا بداية طريقة ديال التحضير ديال البصرة بالجلبانة. أكيد مرحبا بالأسئلة تكون مستمعة ومستمعات على الأرقام ديالنا 05 22 36 10 36 أو 36 05 36. إذا نمشيو نكملوا، كاينين شي فوائد أخرى؟ فوائد عاد غتبدا الفوائد. هذا واحد. جوج، واش الجلبانة اليابسة أو الكرمة عندها فوائد جمالية؟ آه. جميل، غير ورد معي البال، حنا نختموا اليوم الجلبانه باذن الله. دونك يعني تعطيني كل شيء. يلا اوكي يلا ونبداو بالاسئله ديالك نجاوبوا عليها باش عاد تخلي لي ديك الوقت في الانانيه. اول شيء الا صيبنا هاد الجلبانه هادي بنهار، واش نقدروا انها تبات ونعاودوا نشربوها على غد ليل؟ لا، اولا من المواد اللي ما كتبغيش انت. ما كتبغيش اصلا الحاجه الماكله تبات يعني. علاش؟ البصر ما خصهاش تطيب جوج مرات، طابت المرة يعني ما خصهاش تسخن. صح. دونك إلا كنتي غتاكليها مثلا كليتيها في مع 12 وبانت لك بأنك كتاكليها مع 8، في 8 تاكليها باردة. أحسن هدية اللي تقدميها للذات ديالك ما عمرك تطيبي الماكلة بليزيور فوا. هذه الأولى، لأن ديجا فاش كنطيبوها الطيبة الأولى راه حنا كنقولوا قتلناها. فهمتي؟ وإلا عاودتي طيبتيها الطيبة الثانية كتولي سممناها. وإلا طيبتها الطيبة الثالثة ممكن أنها تكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على الجسم ديال الإنسان. إذا الطياب ما خصوش يدار بلوس كون فوا. من بعد كاينين الناس اللي ربما ما كيبغوش الحاجة أنها دار ديريكتوم على العافية، شنو تيديروا؟ تيديروا بحال مثلا كاسرول فيه الماء وكيخليوها كتسخن بهالطريقة هذه. هذيك هي أحسن طريقة اللي يقدر يديرها الإنسان في الطياب ديال أي حاجة ديالو. يسخن. يسخن. الناس يعرفون أننا كنهضروا على التسخين الماكلة. اللي كنسميوها بان ماغي أو لا حمام مريم. هذه لو أننا ولاو عندنا القوامل بهذا الشكل هذا غنولي نقول لعباد الله كلهم جميع أنواع ديال الطياب ديالهم يطيبوا بهالطريقة. يسخنوا بهالطريقة. عجيبة جدا وكتحافظ حتى على المكونات الغذائيه. هذوك الفيتامينات اللي كيمشيو كنلقاو بان 50% كتبقى. اما فاش كدير العافيه ديريكتومون راه بدايه من 65 درجه كتلقى بان جميع الفيتامينات اللي كاينه كلها مشات لينا. نعم، مازال غنشوف معاك ان الجلبانه واش كتفقد فريمون الفوائد ديالها كامله. صح. ملي كطيب بعد ما ناخذوا المكالمات ديال سي عمر من الرباط. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا سيدي، تفضل. لاباس اختي؟ بخير الحمد لله. نهاركم مبروك. الله يبارك فيك. مرحبا وخير اختي. بغيت نشارك معك في البرنامج ديال البيصره، هذيك لا روسيت اللي عطا ذاك الاستاذ راه ما عندها حتى علاقه بالبيصره الشماليه. بالشماليه وشنو الطريقه ديالتكم؟ اختي البيصره اصلها الاول كنعرفوها كدار بالفول الغليظ. اي ولكن حنا ولينا كنشوفوا، عافاك سمح لي، ولينا كنشوفوا السي عمر ان الناس حاليا ولا كيديروا البيصره بالفول او لا البيصره بالجلبانه او لا تيخلطوا، ياك ولا لا؟ لا ما عمرتكم خلطه، اسمح لي. اها ولكن تواصلوا معنا ناس. ما تعطيش ان بونغو، واش فهمتيني؟ اها ما تعطيش ان بونغو. البيصاره اما كدار بالفول الغليظ ولا بالفول الرقيق. اييه. الرقيق ما بان حتى لهنا لهنا. اها. وما كنديروش معاه هذاك الشيء اللي قال هو البيصاره، انا غنوريك الطريقه ديالها الاصليه الشماليه. بلاتي بلاتي، غير باش ما تقلقش. احنا ما غرضناش نقلقوك، احنا كل واحد تبارك الله والطريقه ديالو، هو خداها من عند الناس اللي دقها عندهم ووصلها لنا اليوم، وانت غتعطينا حتى الطريقه ديالك. وكل شيء الطرق مقبوله، يلا تفضل. ولكن اعطيني الطريقه ديالك السي عمر. الطريقه ديالي اختي غتزيد الفول. اييه. وديريهم في الماء بوحدهم يطيبوا. اها. بعامله من الحاله حتى حاجه. اييه، بحال اللي كيتسلق. بحال اللي كيتسلق. اها. وفي ريال نيجر حنا بكري في الشمال عندنا كنا كنخلطوها بمراك، باش نجي نوريك شنو هي المعنى ديالها. مراك هو واحد العود كنجيبوه ديال الدرو. عنده بحال الفرشيطه من التحت، هي كطيب وحنا كنخلطو. ها اللي كتبداو تخلطوا بها. خلطوا بها كتحيد الرغوه، كنقولوا حنا الرغوه. الرغوه وفي ريال نيجر هي كطيب كتحيد. هي اللي قال البروفيسور انا كنحيدوا الرغوه. فوالا، حتى انت هي كطيب وانت كتحيد، هي كطيب حتى ما كيبقاش فيها هذيك الرغوه. اها. من بعد؟ من بعد ما كتحيد ديك الرغوه كنديرها الملحه. اييه. هي كطيب ذاك مراك الفول اوفيريوم اللي سير كيطيب، كيبقى يتحدث بوحده من هذاك التخلط ديال ذاك العود. كيبقى يتحدث. نعم. والبيصاره ثانيه انا اختي الا درناها في مولينات وطحناها وداك الشيء ما يطلع. لا دابا عطيني غير الطريقه ديالك حتى الوقت غير دركنا، قلتي انك كتسلقها بالماء من بعد كتحركوها بذاك العود باش ما تبقاش الرغوه، من بعد كتضيف الملحه، اشنو اخر سي عمر؟ بعد ما كطيب مره كنديروا لها واحد جوج معالق ديال زيت بلديه. اييه. ديال جوج معالق زيت بلديه. من بعد؟ من بعد كناخذ واحد الراس ديال الثومه. من بعد؟ كان حتى هو كنقطعوه طريفات صغار، كنقشروه ونقطعوه طريفات صغار فيها.
ومن بعد صافي اون فوا كان طيب وداك الشيء كنزلوها اييه وكنحطوها وكنغرفوها وكندير عليها الزيت البلديه والكمون. نعم، ولكن هنا بلا ما كطحنوها بلا والو. والو الا طحنتها ما بقاتش بيثاره. نعم، هذه طريقتك السي عمر، وحنا لكل الطرق تحترم، وكلامك حتى هو كذلك. مشكور بزاف السي عمر مدينه الرباط، واكيد البرنامج مفتوح ايضا لبزاف ديال الناس اللي يقدروا يعطيونا حتى الطرق ديالهم. بروفيسور ياك ولا لا؟ حنا القلب الكبير، مرحبا بالجميع. مازال نرجعوا ونشوفوا اسئله اخرى دائما في نطاق الموضوع ديالنا. هذا الشيء كامل بعد ما غنسمعوا عبد الوهاب. المكالمات ديالكم دائما كنتكلموا على الجلبانه اليابسه او البصره بالجلبانه، رفقه البروفيسور محمد احسين اللي هو اخصائي في التغذيه كذلك. مشيو ناخذ مكالماتكم على 0522-36-10-36 أو 36-05-36. لميلودة من الدار البيضاء، صباح النور ميلودة. ميلودة للأسف انقطعت المكالمة ديالتك، أكيد حد موفق دائما على 0522-36-10-36. إذا رجعوا نشوفوا الفوائد الأخرى، ومرحبا دائما بكل مستمع ومستمعات. تبارك الله، الطبخ عنده طرق كثيره ومختلفه، وكل واحد والطريقه ديالو. الغايه الواحده هو اننا نستافدوا من هذه المكونات الغذائيه ديال كل ماده كنطيبوها او غير. حنا قلنا انها ربما البصاره او بالجلبانه او الفول ربما كتفقد الفوائد ديالها لانها دازت على العافيه. فقلنا الطريقه اللي المثلى اننا من نطيبوها من الاحسن اننا ما نعاودوش نسخنوها فوق العافيه، عاود يا اما بماغي يعني بطريقه او حمام مريم، يا اما نشربوها بارده الا كنا غنعاودوا. معليش انها البياته ما تباتش ياك، هذيك احسن. احسن انها ما تباتش في سميتو في الدار وتكل كلها، لان الفوائد ديالها لما كتاكلها في الليله ديالها كتكون عجيبه جدا، اللي غادي نتكلموا عليها من بعد قليل على شنو هي الفوائد ديال البصره لما كناكلوها. نعم، باش ناخذوا المكالمات ديال ليلى من الدار البيضاء، صباح النور. وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اختي كنشكركم بعدا على البرنامج. العفو لالا، مرحبا. اختي غبت عندي واحد التدخل، حيت الحلقه الفايته حيت انا تبعت معكم وكان قال البصره ما تخرجش الصباح لان ما يمكنش يتجمع مع بحال شي اكله بروتينيه بحال الحليب او لا بيض ولا هذا، وقلنا حتى الحلقه الماجيه عاد نشرح علاش ما كيتجمعوش البروتين مع هادشي. علاش قلنا حنا غنشوفوا الفوائد ديالها من دابا، ياك الفوائد ديال الاكل ديالها ياك. نعم، غنشوفوا دابا الفوائد ديال الاكل ديالها. لا ماشي الفوائد، قال الفوائد والقيطه. واخا ما تيمكنش تاكلي بحال دابا تاكلي البيض اللي فيه البروتين مع جلب مع الجلبانه، وبغينا نعرفوا علاش ما كيتاسوسيوش هاد لي دو، هادشي اللي بغيت نعرف. شكرا، علاش ما كيتجمعوش. شكرا لك بزاف ليلى، اول شيء على الوفاء، وثاني شيء على السؤال ديالك. واكيد مرحبا دائما بالاسئله ديالكم على 0522-36-10-36. يلا باش نبداو، نبداو علاش ما كيتجمعوش، نبداو بالفوائد. شوف اللي بغيتي، قلنا نحيدوا الاسئله بعدا هي الاولى اللي بغيتي في الحال. انا معك وديك الساعه باش نكملوا الفوائد ديال البصاره. نعم، دونك شنو هو السؤال الثاني اللي كان عندك ديال مدام ليلى؟ قالت ان كنتي قلتي ان الجلبانه البصاره العموم خاصها تخد في الصباح، سيرتو الا خدينا مواد مثلا بروتينيه بحال الحليب بحال البيض، شي اللي فيها مكونات بروتينيه. واش علاش يعني واش ما نجمعوش بها، ولا خاصها تخاد بوحديتها؟ لا، هو علاش قلت ديك النهار ما خصش تخاد البصره في الصباح؟ لان كنقولوا بانه في الصباح من 6 الصباح حتى 6 حتى من 12 الليل حتى 6 الصباح، ومن 6 الصباح حتى 12 النهار كيكون الجسم كيرمي لي توكسين اللي كاين فيه. دونك في ذاك لو مومون اللي كيرمي لي توكسين، من الاحسن ما نحطوش في المعده شي حاجه ثقيله اللي غتخلي عاوتاني الجسم كيتجه الى عمليه الهضم وعمليه الامتصاص وعمليه توزيع العناصر الغذائيه، وكيحبس من عمليه ليليميناسيون. وحنا كنقولوا بان جل الامراض العصريه راجع الى تراكم دوك السموم في الذات ديالنا. فإلا كان الجسم ديالنا كيخوي، وداك الشيء علاش كنقول لكم شوفوا الوليدات ديالكم في الصباح، الوليدات ما كيبغوش يفطروا. لماذا؟ لان كيقول لك ماما راه الجسم ديالنا في لافاس ديال ليليميناسيون، يعني باقي شبعان وباقي كينقي الوالدين. وحنا كنجيو كنقولوا بديك اللهفه ديالنا ان وليداتنا يقدروا يمشيوا وما يلقاوش سميتو ذاك لو كيو اي ديالهم، لو كوسيون انتيليكتويال ديالهم غيقدر يكون ناقص وما يعرفش يجاوب في الامتحان. كنقول لهم نهائيا هذاك لو مون في ديك الصبحيه راه حنا كنرميو لي توكسين، والوليدات كل ما رماو لي توكسين كل ما لو كيو اي ديالهم كيكون ممتاز، كل ما الذكاء ديالهم كيكون ممتاز، وممكن يفوق 140 يونيتي، ولا فوق 140 يونيتي الولد ديالي كيكون تري انتيليجون. داك الشيء علاش كنقول خليو الوليدات. دونك ما بقاش دابا غير خليو راسكم كاملين. كانوا وليدات ولا كانوا ناس كبار ولا كانوا ناس شباب ولا ما ياكلوش الصباح نهائيا، باش الا كانوا ما قادرينش. هذه الا كانوا هما يعني ما قادرينش، يعني ما يبزوش على راسهم. صح، وكل ما خليتي الدات ترمي كل ما في الصالح ديالها انها
ترتاح وتحيد دوك السموم وكتولي كيكون هناك امكانيه ديال الاصلاح ما تم افساده في النهار. الا قال لك الا غوت عليك المدير ديالك وحكك او دار فيك شي شاف ديالك وحكك او عشتي شي حاجه ديال الستريس وحكاتك، هادو كلهم ممكن اننا نلوحوهم في ديك لا بيريود من 12 الليل حتى ل 12 النهار. وبالتالي داكشي علاش قلت اودي خليو من الاحسن البصاره ما تكون حتى فوق ال 12 باش حتى الا كليتيها هادوك داك الفوائد اللي تكلمنا عليهم العناصر الغذائيه كتستافد منهم 100%. نعم هنا والناس مثلا يعني قدروا انهم فريمون الدات ديالهم تنقص الصباح وصلوا للوقيته ديال الفطور ديالهم غياخذوا الفطور ديالهم عادي، فريمون ما خاصهمش يجمعوا بين البصار وبين هذه المواد، او لا فقط لان صعيبه الهضم ما خاصهاش تجمع فقط ما كاينش شي حاجه اخرى. ما كاينش شي حاجه اخرى اللي هو نورمالمون كيقول لك ما خصش تجمع ما بين جوج ديال البروتين، بحال دابا في العراسات ولا هذا كنحطوا الدجاج مع الحوت ومع اللحم، ولا كنحطوا مثلا الكروفيت مع اللحم او لا هذوك الوجبات اللي كيكون فيها خليط ديال البروتينات من الاحسن ما يكونش، لان بعد ذلك بانه كيوقع مشكل ديال العسر ديال الهضم ديالهم وكيكون هناك مشكل عند الكلى في الرمي ديال داك لي كومبوزي اللي كيكونوا ترو زازوتي واللي كيتقلوا على الكبد ديال الانسان واللي كيعطيونا بعد ذلك واحد الرائحه كريهه في الفم ديالنا اللي هي لي زابي في تي لي زازوت بازيك فولاتيل توتال، هذوك كلهم كيكونوا سبب ديال واحد اننا جمعنا بزاف ديال المواد مجموعه ديال البروتينات. دونك يعني باش تكون سهوله الهضم وكذلك المعده ديالنا تهضم على خاطرها وكذلك المواد كل وحده تمشي للمكان ديالها هادشي كنخفوا عليها. نمشيو ناخذوا دائما مكالمات على 0522 36 10 36. دريسيه مرباط، السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. مرحبا بك دريسيه، مرحبا. اشغالك جميله كي دايره؟ الحمد لله ربي يحفظك تفضلي. اللهم لك الحمد. توحشناك. توحشك الخير. شكرا لك. عرفتي شحال هذه انا ما هضرت معاك. مرحبا مرحبا. ربي يخليك حبيبه. صباحك على خير يا دكتور. اهلا وسهلا. كيدير سيدي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لالا. الحمد لله سيدي. السؤال ديالي سيدي الصباح انا مريضه بالسكر. وعزيزه عليا البصره ديال اللوبيا. ديال جلبانه. باردون. جلبانه ما عنديش معاها. عندك ديال الفول، عزيزه عليك ديال الفول. الفول اللي عزيزه عليا وليني شنو زعما السؤال زعما علاش ديال الفول اللي تنشربها تنحس براسي بلا تراسي تيتقال عليا. بحال السكر تيطلع ولا داك الشيء. واش زعما ما نبقاش نشربها ولا نشربها ولا ما فهمتش. نعم، واش ملي كتشربيها كتعبر السكر ديالك اشنو كيوقع لك شي حاجه؟ غير كتحسي براسك تقاليتي؟ كنحس براسي تقال. نعم، يعني ما كيكونش شي مثلا كينزل لك السكر او لا كيطلع ما كتحسيش به ينزل او لا طلع؟ ما عرفت اختي واش ديك الساعه تينزل ولا تطلع، المهم بعدا جربتها زعما شربتها حيت عرفت ديك السيله اللي تناكل ديال السكر اللي تناكلها الفوق نكون مثلا تنسى راسي لا ما كليتش تجيني الدوخه. صح كتولي في ليب وكتقدر ينزل لك السكر. تيكون هابط السكر وشي اخر تناكل. نعم، غير قولي لي عافاك. مدام دريسي الله يعطيك السر، متبعه الدوايات ديالك، ريجيمات ديالك، السكر ديالك مضبوط؟ متبعه الخزان دابا جيت ما عندي عندي ان تريتمون تنديرها باش ينزل ليا الخزان شويه باش يتقاد. نعم، معافاة دريسيه، مشكوره بزاف على التواصل، اكيد مرحبا دائما بالاسئله ديالكم على 0522 36 10 36. نمشيو نكملوا الفوائد دابا. مرحبا. شنو هما الفوائد؟ الوغ ما بين الفوائد المهمه اللي كاينه في الجلبانه وهو انه كينقص ليا من الوزن. حيت قلنا كندخل في الريجيمات. صح، في الوقيته اللي كناكل البصاره اليابسه، حنا كناكل اليابسه دائما اليابسه. في الوقيته اللي كناكل ناخذ البصاره اولا لا سميتو كما كيقولوا لي كالوري اللي كاينين فيها كيكونوا جد ضعاف 134 كالوري اللي كتكون عندي في زلافه ديال البصاره، بمعنى انها ما كتعطينيش بزاف ديال الانرجي اللي تقدر تكون مسببه ديال الزيادات في الوزن ديالي، وبالتالي هاد ليفي ايبوكالوري فيها ديالها كيساعد على انني نهبط نهبط الوزن ديالي. ثم كاين فيها لي فيبر، واحد الانواع ديال لي فيبر اللي عندهم سبحان الله واحد التصرف عجيب جدا. شنو هو؟ ما كيخليوش هذاك لاميدون
او لا داك السكر، السكر اللي كيكون معقد يتهرس ويولي سكر بسيط. وكل ما كان عندي سكر بسيط كل ما كيخلق لي مشكل وكيزيد لي النسبه ديال السكري في الدوره الدمويه، وكيخلي الانسولين تخرج بواحد الشكل عاوتاني باش باش هرب هذاك السكر من الدم وما الى غيره. فسبحان الله هذاك لي فيبر اللي كاين فيه ما كيخليوش لاميدون انه يتهرس ويولي سكر بسيط. هذه ديجا لها دور جد مهم. ثم كتلعب دور ديال ان كونترولور بحال داك داك العساس اللي ما كيخليش اي واحد يدخل الدوره الدمويه، ومنهم كيخلي الدخول ديال السكر البسيط كيدخل يعني بنظام حتى كيسمع بان كان هناك احتياج عاد كيدخل السكر، وبالتالي يلقاو بانه الاكل ديال البصاره له علاقه كبيره جدا مع تطيح الوزن. وحنا كل ما كانت الانسولين كثيره عندنا كل ما كتكون عمليه تخزين، وكل ما كانت عمليه تخزين كل ما كيتزاد الوزن، وكل ما إذن شكون كان السر في النزول ديال الوزن ديال الانسان، وهو هذا لو كومبورتمون اللي كيديروه لي فيبر في يعني في الجهاز الهضمي ديال الانسان. ثم بعد ذلك كيعطيك واحد الاحساس بالشبع، وهذا الاحساس بالشبع كيقدر يدوم حتى لستة سوايع، كيخليك بانك ما كتفكرش في الماكله. وكل ما عطلتي الماكله كل ما ممتاز بالنسبه للجسم ديالك باش كتدخل ديك الانسولين كتاخذ الراحه ديالها، وكل ما خدات الراحه ديالها ما كيكونش هناك عمليه ديال التخزين، وكل ما كانش هناك عمليه التخزين ما كيكونش هناك زياده في الوزن. اذا هناك واحد التحليل علمي ومنطقي للاشياء اللي كيخليك تقول بانه فعلا راه البصره ممكن تلعب دور ديال انها تهبط ليا من الوزن ديالي في بطرق جد مهمه. ثم هادوك لي فيبر اللي كاين اللي كاينين عندي في البصره شنو كيلعبوا الدور؟ غير كيوصلوا للمصران الرقيق كيوليو بحال هما المغذيات ديال الميكروبات النافعه اللي كاينه عندي في الذات ديالي. وبالتالي بالبصره كنعزز العدد ديال الميكروبات النافعه، وكيبقاو ينقص عندي هذاك يعني الغازات الغير مرغوب فيها، وفي المقابل كتلقى عندي العمليه ديال الهضم كتولي كثيره عندي، والعمليه ديال الامتصاص كتولي كثيره عندي، بل اكثر من ذلك كاين الرفع ديال مستويات المناعه بواحد الشكل كبير وكبير جدا. ممتاز. يعني هذه بالنسبه للمحطه الاولى ديال الزياده في الوزن. ثم لما كيكون الانسان كياكل البصره اشنو كيوقع؟ لي فيبر اللي كاينين فيه ما كيتم من خلالهم تفتيت هذوك يعني دوك الجدار اللي كيكونوا لاصقين على اولا دوك النفايات اللي كتكون لاصقه على الجدار ديال القولون. ولما كتبدا يتم التفرتيت ديالها اشنو كيكون النتيجه؟ هو الانسان كيخرج بزاف ديال المرات للطواليت، وكل ما كيخرج بزاف من المرات للطواليت كيولي عنده داك المشكل ديال القبض كينقص عنده. صح. وهذا كيلعب دور مهم جدا في هذه العمليه هذه. مازال نرجعوا نشوفوا الفوائد الاخيره ونجاوبوا على السؤال ديال دريسيه ايضا بعد ما نسمعوا زينب اسامه ددحياني على شدائف محمد احسي اللي هو اخصائي تغذيه كذلك. مازال كنتكلموا على البصره بالجلبانه، شفنا الفوائد ديالها، شنو الفوائد الاخرى؟ لكن جاوبوا لا سمحتي على السؤال ديال دريسيه مربط اللي تكلمت انها مصابه بالسكري، تكلمت على البصره ولكن ملي كتاخذ البصره ديال الفول كتحس براسها بحال اللي تقالت، ما عرفتش راسها واش كتدخل في السكري كينزل او لا كيطلع لان ما تتعبرش موراه. هنا شنو نقدروا نصحوا الدريسيه؟ كنصحها بان قالت لك انا متبعه العلاجات ديالها في السكري. هو اول حاجه بطبيعه الحال خصها تكون دائما ان تكون عندها مواكبه ديال الطبيب ديالها باش يوري لها كيس كي سباس او نيفو ديال سميتو لا سيركولاسيون جينيرال، وكيس كي سباس او نيفو ديال البنكريا ديالها بارابور لا برودكسيون ديال الانسولين وداك الشيء. غير هو من بعد ما تاكل البصاره كان عند النصيحة هذه اللي كنقدموها لسميتو جميع المتتبعين ديالنا في هذه القناة الطيبة، وهو أنه مباشرة بعد ما ياكل بصارة كيف ما كان ديال الفول ولا ديال الجلبانة يدير سميتو يدير العبار ديال السكر ديالو والعبار ديال لاتونسيون ديالو، وغيشوف أشنو هو الفرق من قبل ومن بعد ما ولا كياخذ البصارة. هذه جد مهمة. وفي الوقيتة اللي كيكون هناك يعني مشكل في سميتو مشكل في مثلا في ان كما قلت لك كتجيها بحال الدوخه ولا كتجيها بحال كينزل ولا كيطلع السكر ولا كينزل ولا هنا كتشوف اودي مباشره كتمشي تستشر مع المتخصص في التغذيه اولا كتستشر مباشره مع اللي كيطرح عليه واحد انتيكليست واحد المجموعه ديال الاسئله باش كيعرف شنو هو المشكل، وقال لك اذا عرف بالسبب بطل العجب. لكن مع الوقت
لما تشوف بان كاين هناك مواكبه ديال الطبيب كون على اليقين بان البصاره ما غتبقاش دير لها هذه المشاكل هذو. ولكن فاش كيكون هناك واحد المتابعه ديال كاين هناك شي خلل كيلكو بار اون فوا غيتصلح ذاك الخلل غتلقى راسها بان ولو انك تاكل بصاره ما يطرح لها حتى شي حاجه باذن الله. نعم شنو الفوائد الاخيره؟ الفوائد اللي كاينه قلنا هو انه كينقص ليا من المستوى ديال الكوليسترول في الدم ديالي. كيف؟ انا غيقول لك اودي البصره كتقول وغتنقص ليا الكوليسترول. هنا واحد المجله دوليه ديال البحث العلمي ريل فود فور لايف هذه نشرات قالت لك اودي بانه البصره او لا الجلبانه الخضراء فيها واحد دي زونتي اوكسيد اون دي زونتي انفلاماتوار اكستراوردينار هاد لي زونتي انفلاماتوار شنو درنا لهم في الوقيته اللي عطيتك التركيبه شنو درت؟ درت البصره بجلبانه وزدت عليها الخرقوم البلدي. علاش؟ لان هذه عندها دي زونتي انفلاماتوار خاصين بها اكسترا اوردينير والمجله ريل فود فور لايف يعني عطاتنا هذا المكون. ثم عندنا لي كيركيمينويد اللي كاين في الخرقوم البلدي. لما ناخذ دي زونتي انفلاماتوار ديال الخرقوم البلدي ولي زونتي انفلاماتوار ديال البصاره لما كيدخلوا للدوره الدمويه ديالي اشنو كيديروا؟ كيحيدوا الالتهابات اللي كاينه في المجاري ديال الدوره الدمويه ديالي كو سوسوا او نيفو ديال لي زارتير ولا او نيفو ديال لي فين. ولما كيكون ازاله ديال هذوك التهابات الكوليسترول ما كيبقاش عنده، ال دي ال ما كيبقاش عنده مكان. شنو هو الدور ديال الكوليسترول؟ كيقول لك اودي راه تزاد عندي الكوليسترول. الكوليسترول واحد لا رياكسيون عاديه هذا النافع. حنا كنبحثوا على الدار ربما هو اللي كيتحيد. فوقاش كيكون عندي هذا اللي كنكلموا عليه الدار. هو الجسم كيقلب عليه باش يسد دوك الالتهابات اللي كاين عندي في الدوره الدمويه. لما كناخذ مضادات الالتهابات وكيتسدوا دوك الحفر اللي كاينه في الطريق ديال الجهاز ديالها اوتوماتيكمون كيمشي اللي سميته ال دي ال وكتولي الذات ديالي خاليه من الكوليسترول الدار. ثم كذلك عندنا تعطيني اخر وحده كينفع في لو ديابيت كيقاد المستوى ديال السكري وكيقاد كذلك كيطول الشباب عند النساء والرجال. نعم ممتاز. دونك حنا دائما قلنا في ربما في الاشياء المرضيه ولا الامراض المزمنه دائما الانسان راه كيستشر مع الطبيب ديالو مختص في التغذيه باش كيشوف اشنو لا يقلو. وكيف قلتي قبيله حتى بالنسبه للناس اللي عندهم السكري او ارتفاع الضغط ملي ياخذوا هاد المواد دائما خاصهم يعبروا باش يشوفوا راسهم فين غاديين باش يعرفوا شنو المواد اللي خاصهم ياخذوها شنو المواد اللي خاصهم ينقصوا منها وشنو دائما بلي دوز. اول شيء مشكور بزاف بروفيسور محمد الحسين اللي انت اخصائي في التغذيه كذلك اللي اليوم تكلمتي لنا على البصره بجلبانه وعطيتينا الطريقه ديالك الخاصه واكيد مرحبا بكل الطرق مازالين غنمشيو نشوفوا الشهيوات بطبيعه الحال. مشكور بزاف على الحضور. اهلا وسهلا.